المهم النهارده حصل امر يعني جميل جدا، وده المتبع دائما في النادي الاهلي. وخلينا اقول ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيحب يكرم فرقه كسبانه. وجود كابتن محمود الخطيب مش بس في فترات المكسب، لا خالص، انا بتكلم كمان على كابتن محمود الخطيب الرمز والقدوه، كان بيبقى موجود ايضا في اللحظات الصعبه. الفرق لما بتخسر او بيحصل لها هزه بيجتمع بيهم وبيعرف اسباب ايه، يبتدي يسال ويجيب النشاط الرياضي. يعني كابتن محمود الخطيب مش متواجد بس في وقت المكسب والفرح، لا خالص، بالعكس، ده كابتن محمود الخطيب لما يقول لك انا في تكريم، اعرف ان انت في مسؤوليه عليك النهارده، ان كابتن محمود الخطيب هيطلب منك ان انت تقفل صفحه الماضي وتتكلم في اللي جاي، هيكلمك في المستقبل. كابتن محمود الخطيب النهارده في لمحه كبيره جدا الحقيقه، ويعني من الكابتن محمود وما شغلتوش افراح بطوله افريقيا اللي ما زالت مستمره حتى الان، وكرم فريق كره اليد رجال وسيدات. طب كرمهم ليه؟ عشان نتائجهم زي ما كنت بتكلم دلوقتي. طب نقول السيدات، نبتدي بتكريم الليديز فيرست، لما بنقوله دايما تكريم فريق كره اليد السيدات. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريم الفريق الاول لسيدات كره اليد بعد النجاحات اللي حققها الفريق في الموسم الحالي، والفوز ببطولتي الدوري والكاس، برونزيه كاس العالم، كاس الكؤوس الافريقيه، وكاس السوبر الافريقي برضه البرونزيه. واكد كابتن محمود الخطيب اعتزازه بما قدمه الفريق خلال الموسم المنقضي، وان مجلس الاداره كان حريصا على توفير كل ما يمكن لتحقيق افضل الانجازات. واشار الى انه طلب من خالد العوضي طبعا مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي ضروره التجهيز والاعداد مبكرا للموسم القادم. شفته يعني الموسم اللي جاي. فلما النهارده كابتن محمود الخطيب يقول لك تكريم، ما تفرحش قوي، لان انت دي مسؤوليه لازم تكون قدها. والاعداد مبكره للموسم القادم للفوز بكل البطولات سواء المحليه والقاريه والوصول الى المنافسات العالميه. واشاد رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بنجاح اللاعبات في الحفاظ على الدوري والكاس وتحقيق الفوز في 30 مباراه على التوالي بدون هزيمه، واعرب على تقديره للجهاز الفني والاداري والطبي على دوره خلال الفتره الماضيه. وشدد كابتن الخطيب في ختام حديثه على ان مجلس اداره النادي الاهلي ينتظر الكثير من الجهاز الفني واللاعبات خلال الموسم المقبل، مؤكدا على ثقته الكبيره في كافه عناصر منظومه الفريق تحليها بشخصيه الاهلي التي تكون حاضره دائما ابدا في كل المواقف. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب في تكريم فريق سيدات لكره اليد النهارده، وارجع لحضراتكم تاني. الحقيقه مع نهايه كل موسم وبيبقى فيه دايما سعاده في ان احنا بنلتقي مع بعض واحنا فايزين واحنا محققين شيء طيب لنادينا وكمان في تاريخ كل واحده فيكم. كل لعبه بتكسب ده بيضاف للنادي وبيضاف لتاريخكم انتوا كمان. بعد ان شاء الله ما تكبروا كده في السن وتبقوا قاعدين مكاننا هتفتكروا الايام ديت وتفتكروا ان انتوا يعني حققتوا مرد كويس او تاريخ كويس. لكن النجاحات اللي موجوده بجهاز فني على مستوى عالي ولعيبه مجموعه لعيبه برضه على مستوى عالي وروح طيبه بين الجميع، اعتقد ان ده من اهم اسباب النجاح. احنا كمجلس اداره المفروض ان احنا مهمتنا ان احنا نوفر لكم كل الامكانيات اللي من خلالها ممكن تحققوا مطلوب منهم. طلبت الحقيقه من الاستاذ خالد العوضي وبعدين الكابتن خالد العوضي علشان اعرف مسيرتنا السنه دي كانت عامله ازاي. يعني ملخص، انا طبعا عارف ده بس انا طلبتها عشان ابقى شايفها قدامي. يعني انتوا السنه دي كان عندكم المفروض لعبتوا 5 بطولات. كسبنا الحمد لله دوري وكسبنا كاس وكاس السوبر الافريقي طلعنا ثالث، افريقيا بطوله افريقيا للانديه ابطال الكاس طلعنا ثالث، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري طلعنا رابع. مش عايز اقول زي ما بعض الناس بتقول ده كده كويس، لا كده مش كويس بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي وكطموح اللي احنا نحب ان احنا نشوفه في النادي الاهلي. شيء طيب وشيء كويس ان احنا ناخد بطوله البطولات المحليه واخدينها يعني كذا سنه ورا بعض، ده شيء طيب جدا. عايزين يعني نوصل نفكر بقى باذن الله في البطولات القاريه والمشاركات العالميه.
مش عايزين ابدا ان احنا نقل، مش عايزين ابدا ان روحنا تقل. والدوافع اللي احنا بنتميز بيها كنادي الاهلي واللوجو اللي انتم لابسينه ده هي ده شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي بننسى الكلام اللي انتم حاطينه دوت، بننساه خلاص، بنفكر في اللي جاي. ده عشان تستمر، عشان بقول لكم تكتبوا تاريخ لناديكم وليكم، ده امر مهم جدا. زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتن محمود الخطيب بيكرمك، بيدي لك حقك من مجهودك، ولكن النهارده انت في كشف حساب دايما. انت لعبت قد ايه، كسبت قد ايه، النادي الاهلي دايما بيدور على المكسب. فالنهارده دايما كابتن محمود الخطيب، ودي الحقيقه يعني اتنقلت لكل المنظومه جوه النادي الاهلي ابتداء من كره القدم لكل الالعاب، ان انت النهارده مطالب ان انت تبذل جهد اكتر، مطالب ان انت خدت بطوله تبقى بطولتين، شاركت في الخمسه، عايز اخد اول في الخمسه. فالنهارده النادي الاهلي عمره ما هيوصل لده، لانه دايما يعني بيدور على الكمال. النادي الاهلي بيدور ان يبقى دايما كل بطولاته بياخدها، ولكن عمر ما النادي الاهلي هيوصل لده الا بده، الا بكده. ايه هو كده؟ ان انا دايما ادور على الاحسن، يبقى عندي دافع، اتحدى نفسي. مش معنى كده ان انا اقرب المنافسين واخد بطوله واحده ان انا خلاص انا واخد 19 بطوله بقى، طب ما انا عامل انجاز كبير. لا، تعالى الانجاز الحقيقي، انت لعبت شاركت في قد ايه وخدت قد ايه، محتاجين منك ايه السنه الجايه. التحدي هنا ما بقاش تحدي مع الفرق قد ما هو تحدي مع نفسك، احساسك بالمسؤوليه، ان النهارده في امكانيات كبيره جدا النادي الاهلي موفرها لك. الامكانيات دي لازم يكون ليها مردود. طب كل ده بيحصل ليه؟ عشان في الاخر اسعاد جماهير النادي الاهلي، اللي احنا الحقيقه كلنا شغالين في المنظومه دي او بنجتهد في المنظومه دي عشان النادي الاهلي وجماهيره.